لله وآله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الجزاء. آمين. تبقى ما الإشارات والتنبيهات أبو علي سينا تري إمام بطوسي بعصا برهاني وإيكو لحقي برهاني بعنا سيدا او بعصا او الشرح الدنيا يكون مش تشان دبو اما تنبيهات واشارات التقريرات او تشوابو ولا او داقشيك او قاضيانينا ها او داقشيك فقط بويا ديانا ما برنا معنا كرني فقط ديا هي ما قدان ما ديا بقدين كي يا الشريد يا ما بخم دنا ما نا الشريد او سيجل دن تفتي دا هيو او سيجل دن هذاك يا هي يا هي جل اي راسك تمام كرمك يا ظلم كرمك. واما المغالطات فهي ليست بحقيقية مغالطات فهي مغالطات ليست بحقيقية او انا قضايا حقيقيين قياس حقيقيين غاية جي بيبا ما لهذو الغلط خراسك وذلك كما لأنها مغالطة إنما تكون بحسب المشابهة والتروج أنجا دبن بحسب مشابهة والتروج ما تشوهتي خرواجي تيك فعاليتي يعني بنزت مي بنزت مشتكي تبيع فيها جواك فيها يا الله صحيح أو فيها جواك صحيح من يا ما في جهتك أو جهتك وتتشبيه بيدك وتتقاضي بوايتك رواجي أو جهت سالم أنا سالم راس أنا راس تشبيه دور دا دبان آبا ويقوني هذا نو ويقوني هذا دونه بدأ بانتشات هذا من ولو قصور التمييزي أجا قصور التمييز دنا بين مغالطات ودنا بين برهان دا فرق وان شقتنا وان جهب يعني انسان شفقتنا وان باري عاجزية وهي اگر نجوي بنا هر كسي برهان وكي برهانيتا وي حقيقتا يفهم بكرنا لما ثبت للمغالطة صناعة او المغالطة را صناعة منطقية دا تنم يعني او صناعتك كيكو او جي فنك يا او جي صناعتك يا وين نوتا فام يعني او جي او جي علمك يا وين نوتا او يعني كاسي جيب جابي خل جي بعشي بكن ند يعني شو ما جي بعشي ولذلك جبوك دفي درجة دايا اخرى الشيخ ابو شي علي ابو علي سينا مغالطتك يا بوش ولغير المحصلين من المنطقيين تقسيمات أخرى غير محصل منطقيين يعني منطقيين محصل منطقيين أنا غير وان إيه كنا منطق جينا باشرا خدي علمي دنكا فلسفة ملسفة جينا كنا أجل جوانا تقسيم كي دنكا هي إلى هذه الأقسام ببان قسمي كما قلتم كما برهان ondan sonra cedel, ondan sonra hitabet, şiir, ne var ya? Meli, meli. Tabgotun, ayrıca Liguri hinki dinekaya kunna mantıkine taksime ki din çekirne. Evet. Bakalım, o taksime olan şey. Evet. Taksimatun nukhar vila adi laksam yahtabiruna fihi ukubatun gibi. Taksime de إما الوجوب والإمكان طامن تبي يان وجوب وإمكان وإما هنكي جي أف دبين وإما صدق والكذب وهنكي جي دبين يعني قسمك جي قضايا واجب قسمك إمكان قسمك صادق قسمك كاذب يعني يك جي طائفة كي جي وجوب وإمكان طائفة كي جي صدق وكسب يعني أما الأول إكو دبي وجوب وإمكان فهو أن يقال أوابي قطني البرهان يتألف من الواجبات تمام برهان جواجبات تشدبه والجدل من الممكنات الأكثرية تمام جدل جي بريوج ممكنات تشدبه أكثرية يعني دمجا جانا جي جي إمكان درد كذا يعني والخطابة يعني من من الممكنات الأكثرية يعني أكثر إلا دباها يعني إبنية
والخطاب من الممكنات المتساوية التي لا ميل فيها إلى أحد الطرفين. خشن خطابات ممكنات متساوية، دبك دبك نبه، يعني هذا نطرف بوني نطرف نبوني، يكي يكي قوتي تلتني، من ولا يكون وقوع أحدهما فيه على سبيل ندرته. من وقوع يجهد الطرف فيه دي خطابات ده على سبيل ندرتي، كسبيل ندرتي نين. إجا والشعر، شعر من الممتنعات. ليفي تانيكن وكي كاغي زغارين. ها؟ أنا دبي شيكاوي شاوي وكي تشي وانا تب ممتنعات. ويكون المغالطة بحسب هذه القسمة، مغالطات بحسب تقسيم عنك من الممكنات الأقلية التي يدعى أنها أكثرية أو واجبة. من مغالطات بحسب تقسيم وجوب إمكانه. البته كي مغالطات واجبات نينو. من ما مغالطة تبيش ممكنات أقلية التي أو ممكنات أقلية يدعى أنها أكثرية أو الدعوة بذا أطلس لسانين ادعاء أفنم أو يضع برا وياخد أبياج واجبة ويا واجبة ادعاء أفن أما حق نفسه كي مغالطة بهفرة مجادلة كن دخازن كل هفدول غلطة خاصك إيه سالي دخازه إتكاترا مجيبي مجيبي دخازه كي وسالي سؤال أبدا ما نكر إجيباني كارا جيبوكو هركت إخو تيكا رواجي ياوي أكثريات يا بي واجبيات جيبوكو تيكا رواجي إيه نكاجي مجهودة بي تنقيد بكي حالوكي هردو جي نا واجبيات فقط ممكناتنا او ممكناتي فرض يعني اكثريه الممكن جنين يا شو اي اول اما الوجوب واما الامكان تقسيم قضايا وجوب وامكانك اذا ايدك كوكسيد كوكس اما ايد خبرت واما ثاني اقول ولغير المحصلين من المنطقين تقسيمات أخرى إلى هذه التقسيمات يعتبرون في إما الوجوب وإما الصدق والكذب. إجا وأما صانق الصدق والكذبة. فأن يقال أبو أبي بكم الوران يتألف من الصادقات تمام أو التبرص. والجدل مما يغلب فيه الصدق. جدل إيك الصدق تلابرا. والخطابة مما يتساوى في الصدق والكذب دبك راس بيت دبك نراس بيت شمك التشوق هذه دي أنا مثلا خطابات مما يروج أي تغذيب تلابره يعني لقول الإسلام إن لقول الإسلام ولا تشكي قول الإسلام متنية بالي كبير محمد رسول الله الحمد لله أوجي دبيجنا ما أوقات إسلام أوقس إيه والجدل والمغالطة والجدل ما يغلب فيه الصدق والخطاب ما تساوى في الصدق الكذب والمغالطة مما يغلب فيه الكذب مغالطة لقوري بيا كيدو تدابر والشعر من الكاذبات تقبلي دارون جاء واختصر الشيخ على إيراد الأول إيراد أول أول كذا نكتبه أول أما القياسات البرهانية فهي القضايا الواجب قبولها وأما القياس الجدلية فهي المؤلفة من المشهورات وأما القياس الخطابية فهي المؤلفة من المظنونات وأما القياس الشعرية فهي المؤلفة من المقدمات المخيلة أبو نابون أبو نابون
والشيخ يقتصر على إيراد الأولي أب قسمك وجوب إمكانه الصدق وكلمة نانية. شمع لأن الذاهبين إليه أكثر كانوا أكثر عددا. يقول بالخول يقول بدر وأنا ضابر بير وأقرب إلى التحصيل التحصيل راكم مر بين قضية شيك الضاء كي جا مر شيك النتيجة ويبتشي دا خوشتر تفهم كرنتي يفهم كرن إجا ورد عليه والسلوان جيغاتي رد كرني رد ويجي أبه بأن القول بذلك باطل ورد علي ورد عليه ها ورد عليهم شيخ رد كي السلوان يا ورد عليهم هاتي رد كني السلوان يا رد شيخ رد كي يا رد رد هاتي كني بأن القول بذلك باطل شيخ رد كي يعني كي جات خاطيش وين بيجيش من على قدرنا تمام بأن القول بذلك باطل يعني تكربش دفرد عن نكرية تمام دفرد عن نين هجبوك أم دفرد عن نين أم نابد يعني الشيخ رد كي يغشي كربش شفاية ذكرية حال دك كوي كربش شفاية يعني بأن القول بذلك باطل قول أفندم وجوب إمكان صدق كذب أفن يعني قياس الأفانة أفقوتن باطلة برابش هذه بلي فإن استعمال الجميع في القرآن لاستنتاج أمثالها واقع أمي استعمال هركته كخطابات با كبرهان با كجدل با كشعر با كدب ببرا با هركته استعمال الجميع في القرآن داجبو نتيجة أبي وكا برهاني داخل ميداني يعني أحقتي داخل راسي داخل ميداني أب استعمال بذاتي هي يعني تبع استعمال كنا نقطة يعني مثلا صدق كذبة وواجب وإمكان تبع قولا مش كنا تبع قولا مش كنا ومع البرهاني فهو قول مبتدع ليس مما يجيب تقليد المعلم الأولي استعمال جميع البرهان داجبو انتشتاج أو سالوي واقعه ومع البرهان استعمال جميع دقال برهان ومع البرهان استعمال الجميع ومع البرهان فهو قول مبتدع أذيا أبانا قولك شخرا إيجاد كرنا أساس نجي تمكي لغوري أصول منطقينا آري آري بن تتيني يكي تكي وجيب إمكانا يكي تكي تتقو كذيب أذيا قولك وشخرا ترخصي ليس مما يجيب تقليد المعلم الأول الذي تخبطوا فيه هذا يقول لك إنه نجوي ما يكون واجب دك تقليد معلمه أولكو أرسطو يا تقليد ويدا واجب كرني نجوي تقليد ويا وش خرد يا شيء كرني وإيجاد كريه وإلا جبوا تقليد ويا يكون دبيشين نينه يعني يكون نينه سيدا بتقسيم الجولي معلمه أول نينه بباشي شيء كنا هذي أب قوتنا أفندم وجوب إمكان صدق كذب لقولي معلمه أول نينة أبي أشتكي كواش خورا شكرية إيجاد كرية يعني كوش لقولي يا أفندم أمتيدا تفينا ما يانشي كرية من كارم سرا بكنا عدد شخورا مالي أوزاد بيجا ومعلم الأول الذي تخبطوا بسبب معلمه أول في مواضيع كثيرة دقالي جيادة شخورا خبط كرنا يعني تخبطوا خبط عشوائي يوجد بالشفا إنسان يتعفكور ودست يخو بقارينا وياخد الشفا التعييرة دست بقارينا وسا كيرينا و... يعني أولنا شمطنا لقتنا كتنا شمطنا لقل راسي ريا حق ناطنا قد سبق ذكر بعضيات بعدك جوان جي كتيرا خبطنا مهنكي جان جياد سي جاما قلت يا ولا مالي تيبي لا تدرباس وين يعني مالي
والقياسات المغالطية قياسات مغالطة يقول عبد الغلط قليل هي المؤلفة من المشبهات وما يجي مجراها. أفندم؟ والقياسات المغالطية قياسات مغالطة ويكون المغالطة بهذا القسم من الممكنات العقلية كما قو مبدج والمغالطة ما يغلب فيه الكذب ما قو وأما المغالطة فهي ليست بحقيقية ما قو ما فان تفايد حقيقة مغالطتك وهي السنية بجدش والقياس المغالطة هي المؤلفة من المشبهات وما يجري مجراها. مشبهات وتكون جاري مجرى مشبهات عن الوهميات جوان شيد من هي المؤلفة النوى والصور وأيضا كذلك سورة وان جي أو جي مشبه وما يجي مجرى مشبهة يعني وهم ويشارك حوالتيا مغالطات ذكاء القياسات الامتحانية والقياسات العنادية في المواد قياسات امتحانية وقياسات قياسات امتحانية جبو وأفندم أورنجي فان بك أورنجي زانن نزانن أيش هذا قياسات عنادية أما دبي أوانينا أوانينا عناد في المواد دي أو جي عين عينينا أما ويخالفها في الغاية الدقشك چونکی این مغالطات از خوازن سائل و مجیب عبد الغلطی قراسه بکن فهم ای امتحانا دخوازن کی داویا ورنجی فهم بکن یعنی بلگیلی بلگیسیز یا نوتی بیچه و یا ایجای عینادیه سادجه وکی جهل اکی مراکب اما دوی اوانینه والمشبهة منها بالواجبات بالواجب قبولها مشبهة منها مغالطات اكبر مشابهكني بالواجب قبولها دنكتي تنوسا والمشبهة بالواجب منها مغالطات مشبهة بالواجب قبولها تقع في صفصتة أو الصفصة ده واقع دبا الصفصة المقابلة للفلسفة والمشبهة إجا بالواجب وبالمشورات ونجي يقع في المشاغبة أوجد المشاغبة ده دشار ده فتنة ده بلاه ده مصيبة ده دوان ده واقع دبا أوجي مشاغبة المقابلة للجد جدل كي طرف ليا مشاغبة قوية كي كرا غالب ذلك وغايتها غاية مغالطة التشويب الترويج يعني هلكس خايا خطي كرواج بيك وكم من هلو أو مغالطة والمغالطة هي المؤلفة من المشبهات والمشبهات مشبهات إجاء الوهميات أو إجاء المشبهات بالمظنونات والمخيلات غير معتبرة مشبهات بالمظنونات وخيالات أو لا اعتبار كني لأن إن أوقع ظنا أو تخيلا أجر ظني ويا خيالي شيك فهي من جملتي شو أرجي أب قضايا شو الجملة وهمي وخيالي انها تشكي زيدا ناكي يعني تشكي بيش دا نابه وإلا اگر ظن وخيالي يشيناك فلا اعتباره بيه جاوي قضي تشيه ناكي قلت لي ديني هي تنهي اعتبار بينايك ولما كانت
منافع البرهان والسفسطة شاملة لكل واحد ممن يتعاطى النظر في العلوم بحسب الانفراد. ولما كانت منافع البرهان ومنافع السفسطة، سفسطة جدلي بنوارة إيه مغالطي وجدلي بو. ريما قو والمشبهات بالواجب قبولها تقع في سفسطتي. يقو ولما كان منافع البرهان والسفسطتي منافع شاملة لكل واحد جهر كثيك ممن يتعاطى النظر إكو النظر أخو نظر ده في العلوم نظر علوم ده بحسب الانفراد حسب الانفراد. أما البرهان تعطي نظري برهان ده فبالذات غاية برهانه كما وكي شيء كمعرفة الأغذية المحتاج إليها قبل ما جاب هنا تياب جاب إيش بارتي تمام إيه أو لما جاب هنا أساس غاية جي كي غاية برهانه. إذا مثال برهانه وكي كم معرف وخارني كل بدن ما عرفتينش ما في رباشين ما عرف في حياة درباس مروان ناس كيف فيها برهانة. وأما السفسطة أذيا الناس كيرناوي جاري فبالعرض جبوك كي أجبوك مرو خجي محافظك أو أنا أجي كمعرفة السموم المحترزة عنها وكي أفندم تمام أبانا خوارنا مر بخش بدنا ما في رباشين أبانا جي زهير جبكو مرد نخو خجي محافظك آه مثلا برهاني جبو منفعتي أبا صفصتي جي جبو خجي دكتورني. وكانت منافع الثلاثة الباقية شعر خطابات نورا أو مغالطة شعر خطابات مغالطة أفناجي بحسب الاشتراك في المصالح المدنية بحسب اشتراك المصلحة مدنية يعني تبلغية ديالهم ويا مثلا حياتي دزنا حياتي بغيتك ولازم ما مرخشي محافظة بك ولازم اكو مربي حياتك بك بغير جفانا اجازت ايه الاشكيه مالي ilişki yani ilişki normali daha zeden normal la berzirtir kapandır falan avantajlama. Sıra ve kanat menafi'u selaset el baqiyeti. Her şey dene içine ev avuç bu. Ve kanat menafi'u selaset el baqiyeti. Avuç ya. Ev her şey baki değil miyim? Mego ki ana bahsa kitkin. Mego beni. ما السفسطي لما كانت منافع البرهان والسفسطتي أظن هدي يجي درخة إذن شما خطابات ما جدل ما شعر ما نورة أظن ما وكان منافع الثلاثة الباقية بحسب الاشتراك في المصالح بحسب الاشتراك في المصالح المدنية مصلحتي مدنيته ده يعني ايه حياته ده شخص يعني فايدة وان هي شخص مثلا فايدة خطابات تشويق انقراض مثلا اما طبيعي كي اجا ابا شعري تب بريوي دراوة يعني ابا مغالطي هنجيجي ممكنه كراس به فقط دعوة تمامي راسية تكين يا تمامي بري راسية تمامي راسية تكين بو يعني تمام ولما كانت منافع القرآن أو أبو اختصر الشيخ في هذا المختصر على بيانهما دون الباقية اختصر الشيخ في هذا المختصر على بيانهما سر بيان القرآن والسفسطة دون الباقية إذنك أذكر لك خش بس يا أبو بس أصابكم الله خير كثيرا.